أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لبس النعال داخل المقبرة؟ لا بأس به إذا كان لحاجة. المقبرة فيها شوك أو فيها حفا أو غمضة، بشرط أن لا يدوس على القبور، بشرط أن لا يدوس على القبور. فإذا كان يمر مع طريق أو من بين القبور ويحتاج إلى لبس عليه لتوقي الرمضة أو الشوك فلا بأس بذلك.